مرحبا بكم زملائي الأعزاء. هل تشاهدون الشاشة؟ اون أين كور هي؟ دو شارجمون مادام. مرحبا بكم في الجمعية التونسية لعلوم الإعلامية والتكنولوجيا في التعليم. التاريخ 22 أكتوبر 2020، دورة تكوينية بعنوان Connected Classroom. حصة تكوينية حول فليب جريد، المكونة شيفي شيخروخو. الجمعية التونسية لعلوم الإعلامية والتكنولوجيا في التعليم. بلان دو لا فورماسيون. اليوم مش نبدأ، الخطوة الأولى هي لانسكريبسيون، تابلو دو بورد فليب جريد، كريي ان توبيك سير فليب جريد، كريي دي جروب اي جيري سي كونتوني، اي انفا اون فا تيرميني باغ ان انرجسترمون ديكرو. في البداية مش نتعرفوا سي كوا فليب جريد. دونك فليب جريد ايتي ان ميرفيوز ابليكاسيون qui vous permettra de manière simple et intuitive de faire participer vos élèves différemment à l'aide de courtes vidéos vous permettant une grande personnalisation dans le contenu envoyé. Et beaucoup de fun. تو نكتشفوا قديش فيها مرح وقديش فيها جو وقديش فيها متعة. Les utilisations pourront être multiples et susciteront de nombreuses nouvelles idées pédagogiques pour votre classe. يعني تنجم توظفها بيداغوجيا كيما تحب. من قبل ما نبداو مش نعملو الساين اب، مش نبداو احسن حاجة باش نتعرفو على فليب جريد انو نبداو انو نجربوه. كيفاش مش نجربوه؟ دونك كيما تشوفو مع بعضنا توا، مش نعطيكم هنا توا كود، وكل واحد فيكم مش ياخذ هذاك الكود معايا. زملائي معاك هذا انا يا شيخ، لهنا عندي لهنا دي ما. كل واحد مش يعرف بنفسه، مش تاخذوا الكود هذايا. دونك انتي لهنا مش تكتب flipgrid.com الكود هذايا، والا تو سامبلومون تكتب الكود. دونك انتي دونك لهنا زملائي الاعزاء، سواء فيا ان تليفون تشوفوا فيا لهنا، كانك مش تخدم على التليفون شوفوا فين. دونك لهنا نورمالمون في الكام، لهنا عندي تطبيق اسمه فليب جريد. اوكي، تبدا مع خضره ريتوها، هذيك فليب جريد. الفليب جريد هذايا يا تمشي للبلاي ستور تنستالي فليب جريد. واضحه العمليه إذا كانك مش تخدم بالهاتف. معاك مادام توا أنا. اللي مش يخدم على الحاسوب، أنا هذيا للي مش يخدم بالهاتف. للي مش يخدم على الحاسوب، تشاهدوا في الشاشة معايا لهنا. دونك أنا عندي الكود هذيا.
اللي تشوفوا فيه انتم تو هذا. الكود هذه كاتر أ. دونك انتم مش تاخذوا الكود هذه، دونك مش تجي لهنا flipgrid.com. شفتوا معايا لهنا؟ مش تمشي لflipgrid، لهنا مش تدخل الكود. الكود مش تدخل لفليب كانك بالحاسوب، تمشي flipgrid.com وتدخل الكود هذية، وكانك بالهاتف كما وريتكم تمشي بلاي ستور flipgrid وبعد كده تدخل الكود هذية. واضحة العملية؟ كل واحد فيكم يبارك فيكم يدخل هذاك الكود، يعمل فيديو صغيرة يعرف بنفسه. واضح الكود ولينا؟ هاتشي؟ نعم؟ تتوين الكود يا واضحة الشيشة؟ ما لا نعم واش كنت تسال؟ مادا معني مادا كنا مش تشعري انا باش نعمل فيديو ولا كيفاه؟ اللي يرى روحه مستعد انه يعمل فيديو مرحبا، اللي ما ينجمش نعم نستناكم، راني 10 دقائق نستناكم، ما يصيرش خذوا راحتكم. المهم انتم فرصه باش نعرفوا سيكوا flipgrid معناتها تطبيقيا. كترو استنى صور نستناكم وقت اللي تقولوا لي كملنا. باهي ماني غدوة قال كتب لي قاه قلت لك باهي غدوة الصباح شنو يزكي من غدوة نشوف هو القدوة في المكتب الكل خذينا الكود، خذينا الكود. هاي خذيت وكتبت وانا شافي. J'attends vos réponses. Mais c'est tout ma j'ai opté au chira. Je
اللي يلقى إشكال يعلمني. فما إشكاله؟ شكون جرب دخل الكود؟ زملائي. سي دخلت الكود مدام شافية. عملتهم ريجستر مون فيديو؟ لا نزلت. هل نستنى فيكم ماي؟ نستنى. صح. مدام وين بالضبط ريجستر مون فيديو؟ علاش ننزل بالضبط؟ ده انت دخلت الكود هذيا مشيت فليب جريد فمنكم وطلب منك الكود دخلت الكود ما فما هذيك فيديو تنزل على فيديو كي ننزل مدام يقول لي فما داونلود فما اوبن ان ان اب يوز ذا اب ما فهمتش شنو علاش ننزل بالضبط. ده انت ريت لهنا عندي الكود هذيا واضحة العملية؟ عندك أي. الكود انت مش تعمل اون ريجستري ان ريبونس مش تنزلها هي نزلت الفيديو نتاعك. لا طلعت لي فينيتر صغيره يوز ذا اب داونلود ذا فليب جريد اب اند انتر جوين كود هذيك تو ريكورد يور فيديو. اي دخل الكود اعطيه الكود اعطيه الكود هذيا 4 ا وي دو سي 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 تروا دخل الكود هذايا اعطيه دخلت الكود وقال لي باهي باهي هاني نستنى باهي كم فينيتر ديجا دخل سي ديجا سي دخلت ودخلت اوكي ميرسي. التلامذة راهم مش يخدموا كيما هكا انتم مش تعطيوهم كود وهما مش يخدموا. اللي يلقى اي اشكال يقول لي ميسالس. مرحبا احنا مش نتعرف عليها عن طريق التطبيق. يا مدام على السلامة. ما عرفتش كيفاش نحط الفيديو انا. نعم ما عرفتش كيفاش نحط الفيديو جاتني هكاك دي بونجور وكان انتروديوس يور سيلف معناها كيف نزلتك على كيف قال لك ريجستري فيديو قالك شي كيما هكايا ما جاتنيش كيما هكايا ريكورد ريبونس هكايا تنزل عليها هذه ننزل عليها هذه ريكورد اي تنزل عليها ده. مدام شافية مرحبا تفضل. ايوه جوان ويز جوجل ولا جوان ويز مايكروسوفت؟ انت كان عندك كونت هوت ميل اعمل بالهوت ميل كان عندك الجيميل اعمل بالجوجل. نعمل بالجيميل مالي هذه
امبورت فيديو. انت كان عندك فيديو انت احنا ماذا بينا تسجلوا. فهمتك. هو قال لي كاميرا ميكرو نوت فاوند. ايه انت لازم تكتب فيها. يلزمني لازم يديتكتيهم الكاميرا و... اذا ما كانش يطلع تنجم في الفليب جريد تنجم انت عندك في اللاباري نتاعك يبدا عندك فيديو تولي تهزه والا تسجل يعطيك له شوى. احنا ماذا بينا توا انك تعمل تسجيل. فهمتك. برافو يعطيكم الصحة. دونك احنا تو مش نشوفوا مع بعضنا مدام نوي. مالوريزمون سكوند فقط به ميسالش احنا مازلنا نتعرفوا على التطبيق. وسيم هذا بونسوار ماذا بنعرف؟ جرب دخل الكود. بروفيسور انفورماتيك. زملائك. كوليج إمام سحنون بوحجلة. سيدي دخلت الكود مدام شادية. عملت انجستمون فيديو؟ لا نزلت. برافو يعطيكم الصحة مدام نوال سي مهذب. كل من حاول وحتى اللي تعذر عليه إن شاء الله مرة أخرى. دونك لهنا كيما تشوفوا سي محمد الحبيب يعطيكم الصحة. برافو يعطيكم الصحة زملائي على مشاركتكم. زملائي الكرام نكمل نشوف لي ريبونس. دونك لحد الآن هذو معناتها سي محمد الحبيب مدام نوال سي مهذب. سنمر الآن زملائي الأعزاء اللي ما زالوا ميسالش هاكا عندكم الكود ومن بعدين كملوا ابعثوا لنا. دونك ميرسي دافوار رياليزي سو برومي تيست. فوز افي اون بروميير ايدي سو كو بيرمي دو فير لابليكاسيون. Explorons maintenant sa maîtrise et son utilisation pédagogique dans ce tutoriel. Donc, ahna taw mish nchoufou ma ba3dna le plan ta notre formation li houa tchoufou fi l'écran zmalay. Ay ma ba3dna lahda. احنا توا زملائي شنو مش نعملو؟ مش نشوفو لانسكريبسيون من بعدين لو تابلو دو بورد فليب جريد. كريي ان سيجي. كريي دي جروب. ديسكفري. وعندنا مش نختموها بار ان اونريجسترومون. هذه معناتها اليوم شنو مش نشوفو مع بعضنا. هذه بالنسبه لهذه مش نحيها البريزونطاسيون ما حشناش بها تو. مش نمشيو لهنا مش نبداو اول حاجه مش نبداو بها هي انك يكون عندك كونت. يبارك فيكم زملائي. الناس الكل الشاشه واضحه زملائي. مش نكتبوا ساين اب نقطه فليب جريد نقطه كوم دونك سلاش فروم سلاش شافيا 9651 كيما هكا بالضبط. تكتبوه كيما هكا بالضبط. يبارك فيكم
تو مش المرحله هذه لا سكريبسيون انك مش انشاء حساب يبارك فيكم الكلكم تدخلوا وتعملوا انشاء حساب باش من بعد مش نخدموا البراتيك على خاطر يا مدام انت مش تخدم على الحساب نتاعك تولي يا مدام كوبينا الليان ديريكت تحب نعمل كوبي الله يبارك فيك عملنا كوبي يا قلنا سامحني تفضل تفضل باهي نحطه لكم في الوورد بالكبيره واللي في الشات كوبي او في الشات لهنا تحبوا لهنا في الشات اللي عنده اكسي للشات تو يلقاه في الشات وصل لكم نورمالمون ريتوه لهنا في الشات تو تلقاوه اللي يحب يرجع البريزونتاسيون هاني رجعت البريزونتاسيون اللي يحب من الشات تو يلقاه في الشات انتم اللي يريحكم ما عندناش شاف يا لاكسي للتشات ده يا مدام اللي عنده اكسي للتشات يمشي للتشات اللي ما عندوش اكسي للتشات واضحه الكتيبه ولا لا واضحه واضحه مدام واضحه مدام واضحة. نقلها على اكتبها في الحل معناتها فناتر جديده واكتب الادريس هذيك ساين اب نقطة فليب جريد نقطة كوم تكتب كيما هي بالضبط نستناكم تو كل واحد مش يقوم تو مش نعملو انشاء حساب بعد ما نعملو انشاء حساب كل واحد تو مش يخدم على الكونت متاعو هو انتو مقبل كنتو خدمتكم تجيلي لي انا تو نحبكم انتم الحساب متاعكم انتم اللي تأسسوا تعملوا فيه دي سوجي تعملوا فيه دي جروب تعملوا كولابوراسيون مثلا جروب هاوت ما شاء الله مليان تتعاونوا مع بعضكم انا اتوندون تعملوا انشاء حساب احنا ديما تلامذة الحصة الاولى معناتها ياخذوا فيها انطباع اولي على المدرس هكا واللي لازم الاقي نحبكم تتفاعلوا معايا النجموش نستحقوه فليب جريد في الحصه الاولى اول حصه تشوف فيها تلامذتك كيفاش نوظفها بيداغوجيا كيفاش نجم نوظف فليب جريد بيداغوجيا في القسم متاعي في الحصه الاولى نتعرف على التلامذه نتعرفوا على التلامذه به احنا نخليو لهم الخيار هو يعمل اللي يحب والا تكون مؤطرة العملية يعني فما تأطير وإلا تعطيه الحرية كاملة خاطر هو مش يعمل فيديو فما تأطير بالطبيعة احنا نجمو نبداو مثلا هو مجرد اقتراح نعملو خريطة ذهنية السيجي برانسيبال متاعنا هو التلميذ مثلا فلان الفلاني احنا نعطيهم مثال مثلا المدرس يكون هو القدوة يبدأ بنفسه مثلا نقول انا شيف يا شيخ روحو بعد مثلا بروفيسور دانفورماتيك هذاك شنوما هواياتي شنو الحاجات اللي نحبها شنو الحاجات اللي ما نحبهاش
هكيك بعد ما نعملوا هذيك الكارت مونتاج انت تحدد فيها العناصر اللي انت تحب التلميذ يركز عليها يولي يعبر عليها اورال وقتها احنا تكون معناتها العمليه مؤطره. زملائك معناها انا نعطيه مثال مادام هو ينسخ على روحه هذا شنو تقصد فيها؟ معناتها في الفيديو معناتها تحدد له على شنو يركز. مادام ما حبش يدخل لنا الياء ما حبش يدخل الياء اكيد غلط في حرف. عندك السي ماجيسكول عندك ما فما حتى اسباس السي ماجيسكول مادام انا تعديت وفي الاخر طلعت لي كوميونيتي بيلدر كود شايفه نفسي 51 ليتس جو ليتس جو. دخل من بعد الميل نتاعك وتبع سويفون سويفون الناس الكل خذينا الرابط. الناس الكل خذينا هذه الادريس وي دونك توا الناس الكل نورمالمون راهو توا عندكم هذاك ان كونت فليب جريد وعندكم كيما هكايا صحيح ولا لا؟ الناس الكل توا عندكم حساب فليب جريد اللي دخلوا وكملوا الانسكريبسيون تاعهم مدام تجم ترجع لنا الرابط. الله يبارك لحظة صغيرة. لحظة. مدام أنا طلعت لي create a topic. وليلك عندك حساب ولي لا؟ والليلي نورمالمون اما كي عملت سويفي سويفون سويفون طلعت لي هذه كرييت توبيك توبيك اسينشال فما تايتل فما ريكوردينغ تايم عندك ان كونت تري بيان معناتها انت تو عندك ان كونت واضح انا بالتليفون خاطر نستعمل مش كيما الميساج نرجع للمدام اللي طلبت الناس الكل كملنا من الرابط هذية ولا شكون مازال اعلموني اللي مازلتو انا مازلت ايمانة آه. باهي ايمان نستنيك ما يسيء مدى ده البقية يبارك فيكم شكون مازال انا مدى مشيفيا كيف دخلت جيني ديسكسيون
المهم انت وليش عندك هكا حساب كيما هكا اي اي اما هيك هيك مشكتي هاك تلقى كيما هكا اللي وليت كيما هكا نعم صباي صباي اي ما في راي تقولي هكا هكا بتزيد ديسكشن ديسكفري كل شيء هذيك راهو سي ولا عنده حساب دكار دكار زملائي شكون اللي مازال سينو اون باس هو فما كرييت توبيك وتشير كود يظهر لي مثال انت عندك هكا وليت كيما هكا اي جاتني الفنيتر الاخرى نتاع كرييت توبيك ولا انت كي تسال على هنا ديسكشن تجيك كيما هكايا الصفحه كيما هكايا ديسكفري تجيك حاجه اخرى اكتيفيتي تجيك حاجه اخرى احنا تو نستناكم تعملوا انشاء حساب مش نتعرفوا على كل مش نتعرفوا على التابلو دو بور بالتدقيق كملنا لكل زملائي اون باس بيه اون باس صح اون باس صح دونك لهنا نورمالمون vous avez un compte كيما هكا احنا اول حاجه توا مش نبداو نتعرفوا على التابلو دو بور التابلو دو بار الناس الكل قدامنا قدامكم تاع الكونت مدام باللي حاولوا معايا كيما معناتها وين انا جو في كليكي سور ديسكشن باهي دونك لو تابلو دو بار دو فليب جريد اون فوا كونيكتي ا فليب جريد لونسينيون اورا سا Disposition différents onglets et fonctionnalités faisant tout d'abord le point sur chacun d'entre eux. Ben, ahna tawa, mish nata'arfu ala le tableau de bord bittafsi. اول حاجه مش تعرضنا لهنا للي يحبها بالفرنسيه ما عليه كان هكايا ويعمل ترادويرون فرونسي واضحه اما هي راهي بار ديفو مش تجيكم بالانجليزيه صحيح كلامي ولا وي اذا تحبها بالفرنسيه اعملها بوتون دروا وترادويرون فرونسي لهنا اول حاجه عندكم ديسكشن برومي انغلي اوفر qui reprendra les différentes vidéos exercices sous forme de topic. معناتها لهنا هذيا مش نلقى انت لهنا هذيا اللي عنده بالانجليزيه topics لي سوجي ولهنا الجروب وقت ننزل لهنا على discussion ده اللي من بعد احنا تو في الفاز نتاع ديكوفيرت مش نكتشفوا التابلو دو بور ومن بعد مش نمشيو للبراتيك ديكوفيرت اللي هي discovery اللي عنده بالانجليزيه Découvrez les topics rendus, هذوما les sujets, publics par la communauté, à chacun est libre de répondre et interagir sur le thème proposé. يعني أنا كي ننزل هوني على ديكوفيرت, مش نشوف لي تيم اللي تنشرو public. مثلا أنا كي نحب ميكروبيت, وإلا أي تيم مات. تم اللي تحب تلوج عليه تو تلقاه لهنا تشوف لي ماتير انفورماتيك دونك انت مش تلوج مش يعطيك
الخدمة متاع الزملاء اللي حاطينها بيبليك. هذه في ديكوفير. سواء ان فرونسي فين نلقاها؟ عزيزتي بالبوتون دروات تعمل ترادوير ان فرونسي. دونك لهنا ديكوفيرت. اذا انت تحب تكتشف وتتعرف على اعمال زملائك وتاخذ فكره تمشي لديكوفيرت ديسكفري اكتيفيتي. تو هذو ما لي اكتيفيتي رينا هذه اكتيفيتي هنا مش تلقى لي ستاتستيك دو فوز اكتيفيتي النومبر دو فيل بارتيسيبون dans vos différents topics اللي هما لي سيجي سو تروفون دون فوتر بروفيل. يعني انا هذه الاكتيفيتي مش يقول لي راهو عندك قدش من رياليزاسيون نومبر دو جروب لي تيم لي ريبونس لي فيديو نتاع الاسبوع هذيا نومبر دو في مش نلقى هونيا لي بادج اللي عندي. فهمتوني؟ هذه بالنسبه للاكتيفيتي الميكس تيب. الميكس تيب هي شنية؟ كريي ان بلاي ليست ابارتير دو فيديو ديجا بوستي دون فوتر ليست توبيك. مثلا انا استاذ نتاع رياضيات نقري للجبر والجيومتري شنو مش نعمل؟ نعمل دو بلاي ليست لي فيديو اللي يحكوا على الجبر نحطهم في البلاي ليست نتاع الجبر واللي نتاع الجيومتري. مثلا انت استاذ تخدم على التوينينغ تخدم على المايكروسوفت تخدم في القسم نتاعك دونك انت مش تبوب المشاريع نتاع التوينينغ وحده من المشاريع نتاع مايكروسوفت وحده من المشاريع نتاع القسم نتاعك الخدمة لي ترافو دو فوزيليف معناتها انت تبوبها. واضحه النقطه هذه؟ هنا شورت انا مش تعمل فيديو انت مش تعمل فيديو قصير. دونك لهنا انريجستري ان فيديو وتنجم تعمل فيها تعمل بوسيبيليتي دو رياليزي فاسيلمون ان انريجسترمون ديكرون. نشوف شكون جا جديد. نكملوا وصلنا للشورت. توا مش نتعداو كريبال هذه راهي مهمه برشا. كريبال انتم لهنا ماذا بكم تحطوها اكتيف؟ علاش نحطوها اكتيف؟ ها يا زملائي علاش نحطوها اكتيف؟ Donc, Gripal, il y a localisez-vous sur une carte d'immonde. Permettez à d'autres enseignants de prendre contact avec vous pour réaliser un échange avec vos élèves. Yani, enti, t'hib, la sède, t'khdem en collaboration ma'ahem, t'amil l'échange bin t'lemithek ou t'lemithet ostez wahdekhar. كلكو سوا في تونس ولي خارج تونس مش تحط روحك فيزيبل فوق لي زوتر انديكاتور. انت تقول انا هذا الفليب جريد نحب حدي انا وتلامذتي وبس فقط تحط روحك كاشي. واضحه النقطه هذه؟ واضح مدام. اما وقتاش نعملها لاكتيف مدام هذيا؟ لاكتيف انت انزل على اكتيف وتو تشوف اش يطلب منك. مش يطلب منك بيو، مش يطلب منك اللوكاليزاسيون انت وين. ما هذاك يحب الفيسبوك والتويتر باش هما كيفاش مش يكونتاكتيوك مش يعملوا ان كونتاكت عن طريق الفيسبوك عن طريق التويتر. كل هنا اللي يحب ينفتح على العالم اللي يحب تلامذته ويتعرفوا على تلامذة اخرين ويصير تبادل لهنا يولي يحط روحه منفتح على العالم اكتيف. اللي يحب يكتفي انا راني نحب
حدي حد الانشطه نتاع القسم فقط، يقعد كل شيء. دونك انت فوزافي لو شوا. واضحه النقطه هذه؟ واضحه واضحه. باه نتعديو لهنا. لهنا عندنا هذا البروفيل بتاعي هكا ولي لا. باه اذا حبينا نخرج نعمل سو دي كونيكتي هكا ولي لا. باه للي يحب ياخو دي باج هذيك فما رياليزاسيون. دونك لهنا اي بادج تبقاها ملونه هذيك راك انت تحصلت عليها. اي بادج ماهيش ملونه مازلت ما خذيتهاش. يعني مثلا انت كي تعمل جروب تاخذ بادج، تعمل 5 جروب تاخذ بادج، تعمل 10 جروب تاخذ بادج. انت تشوف لهنا 25 جروب 50 جروب، تعمل 50 فيديو 250 فيديو. اللي يحب لي بادج يشوف شنو هو المطلوب منه وتو يتحصل على بادج. واضحه هذه النقطه؟ واضحه مدام. مدام لي بادج كونسينو لي فيديو ولا شنو بالضبط؟ نعم قلت لك لي بادج كيف معناها شنو يبدا فيهم باش نوصل ناخذ لي بادج. لي جروب شنو كيفاش نو ما يكون لي جروب؟ لي بادج لي جروب لي جروب انت لهنا قلنا لي بادج كي نعملوا 10 ولا 5 ولا 50. انت اليوم كي مش تعمل جروب مش تاخذ بادج. يقول لك مبروك اي جروب معناها تعمل 5 جروب، تعمل كرياسيون تاع 5 جروب تاخذ 5 بادج، تاخذ البادج لي سوجي تاع الجروب شنو مثلا. انت تختاروا انت راك انت مش توصفوا بيداغوجيا. ها هو مثلا انا ايش عندي لهنا؟ عندي لهنا لي جروب، ها هم لي جروب لو كود اي اميزون. لي جروب تنجم تعملهم لكلاس نتاعك ثامنه التاسعات. هذيا مثلا عندي البروجي نتاع السنة روبوتي يحاكي موهبتي، مش البروجي مش نخدموه في الروبوتيك مع التلامذه. هذيك اذا عندك سيسيون دو فورماسيون، عندك لي زون هذيك نتاع لي زونسيون انوفون تحب تاخذ كل واحد كلمه. لير اي تام بليزير. انت راك السيجي انت اللي تحددو. دونك انت تحب تعمل لي جروب، نحكي لي جروب انت تنجم توظفهم الاقسام نتاعك لي بروجي نتاع لي توينينغ لي بروجي نتاع مايكروسوفت. انت تحب معناتها تتفاعل مع اساتذه والا مع تلامذه، تعمل بروجي دو كلاس بروجي انويل. انت حره كيفاش تعمل. معناها يبدا فيه فيديوهات وتصاوره. انت الجروب مش تحط فيه دي توبكس، مش تحط فيه مواضيع. فهمتني؟ مش معناها جيست دي مومبر وبرا. فهمتك فهمتك تو في احنا رانا توا اسمعني، احنا توا التاش اللي احنا فيها توا هي تابلو دو بور. يعني احنا مش نكتشفوا الانترفاس اللي عندنا. بعد ما نكتشفوا الانترفاس هذه الفاز نتاع ديكوفيرت، بعد ما نكتشفوه مش نمشيو نعملوا الكرياسيون دي سوجي كرياسيون دو جروب، مش نعملوا انريجسترومون. On va enregistrer une vidéo. أهم حاجة أنت تعرف الإسباس اللي عندك، وبعد كي تولي أنا تحدد البزوان تاعك. أنا لازمني هذاك دي سوجي مش نخدم به مع تلامذتي، لي جروب نتاعي مش نقسمهم سويفون خدمتي أنا شنو نخدم، لي فيديو كي نعمل شورت فيديو شنو هما لي زوبسيون اللي عندي. احنا هذا مش نتعرف عليه الليلة. اما حبيت نشوف مع بعضنا فيديو صامب وبعد نمشيو بالتفصيل. واضح احمد واضح. باه نكملوا توا. دونك وصلنا هذيك دي كونيكسيون،
اذا تحب تخرج هكا ولي لا فرصه دي كونكتي هذيك تخرج به. لهنا كيما تشوفوا مع بعضنا عندنا لهنا اللي عنده بالانجليزيه topics اللي هما لي سوجي هكا ولي لا كري ان سوجي بريفوي ان كونسيني فيرميتي ا فوز ايليف دي ريبوندر ا ليد دي نو كورت فيديو. لهنا تلامذتي كيما انا الساعه قبيله عطيتكم كود قلت لكم كل واحد يقدم نفسه هيك سيتا سوجي فهمتوني ريتوها في توبكس عندي هذا دي بونجور ريتوها توبكس انتوما مش تعملوا هكا مع تلامذتكم تعطيهم ان كود هذاك متاع سوجي وهو مش يجاوب الكود شايفي انت تعملو هذيك جينيري اوتوماتيكمون هو اللي يعطيك الفالور هذيك اوكي عن احنا رانا تو مازلنا ما مشيناش للبراتيك احنا رانا قدسين في الفاز دو ديكوفيرت قدسين نكتشفو عنا لي سوجي وعنا لي جروب بعد مش نمشيو للكرياسيون في الجروب هذا شنو هو regroupez-vous différents topics اللي هما السوجي dans un groupe مثلا كلاس تيم بروجي كيما عملت انا يا اما نعملهم اقسام يا اما هذاك البروجي انويال نتاعي يا اما انت عندك كلكو سوجي تحب تديرلهم تتفاعل فيهم مع زملائك ولا تلمثك دونك selon vos propres besoins et envies pédagogiques واضحة النقطة هذه ولي لا بعدين هذا اللي تشوفوا فيه لهنا انسومبل دي كونتوني اي اكسيون ديسبونيبل به توا احنا توا مش نمشيو للصحيح اللي هو التوبكس هكا ولي لا اللي هما لي سوجي احنا توا مش نمشيو للبراتيك توا كل واحد فيكم ما هو عندكم كونت ولا لا فليب جريد زملائي اي عملنا اي توا كل احنا توا التاش اللي مش نعملوها احنا توا مع بعضنا هي مش نعملو كرياسيون دان سوجي بعد ما نعملو كرياسيون دان سوجي مش نتعدي كرياسيون دان جروب الجروب ينجم يكون بروجي ينجم يكون كلاس انت حسب انت شنو تحب تسميه واضحه العمليه ولا لا واضحه مده توا مش نمشيو مع بعضنا احنا توا في لي سوجي ريتها هونيا انت عندك اللي بالانجليزيه توبكس اجوتي ان سوجي Donc sur la droite de votre écran, une fois ce bouton poussé, vous arrivez à la configuration de ta topic. Haka ou lila, ta sujet. Je ne vous demande pas de le titre, consigne ou description, la durée, durée maximum d'enregistrement de la réponse, les médias ou configuration de modération et de partage. Donc, je ne vous demande pas de le titre. مثلا كرياسيون بروجي انت تحددها السويفون انت شنو مش تعمل مع تلامذتك ميكروبيت انت البزوان نتاعك مع تلامذتك والا بريزونتيفو مثلا اذا انت الحصه الاولى إذا أنت مش تتعرف على تلامذتك أنا مش تقول له نو إي برينو مش يعطيك الاسم واللقب متاعو دونك
برينو اينو مش يعطيك اللاج سبور بريفيري اكسيتيراش هو مش يعرف بنفسه انت شنو الحاجات اللي حب تكتشفها انت اللي تديري لهنا انت مش تحددها نجم تعمل 45 سكون تعمل 1 مينيت تختار لهنا اللي تحب انت السوتيتر لهنا اش قلنا احنا عندنا التيتر عندنا الديسكريبسيون هكا ولي لا معايا ولي لا هنا راه كتنجم تعمل له اونغرا عندك تحب انسري ان ليان تنجم تعمل اللي تحب انت الطون سو تيتر دونك التيتر consigne aux descriptions et durée maximum d'enregistrement de la réponse les médias et نجم نرفق الخدمة متاعي enregistrement une vidéo تعطيه موديل فيديو عندك في الordinateur يوتيوب تصويرة انت ترفق باللي تحب انت انت تنجم تزيد اي حاجة انت تحب عليها لهنا انت الميديا شنو اللي تحب تحطه انت حر ده الكنترول داكسي لهنا تحبوا بريفي والا بيبليك اذا كانوا بريفي عندنا دو شوا يا اما يدخلوا بار ادريس هذاك مايكروسوفت ادريس ايميل مايكروسوفت وجوجل والا انت تلمستك مثلا تقري سنه سادسه ولا سنه خامسه ولا سنه اولى ولا سنه ثانيه اساسي وقتها الاسم اللقب وتعطيه النون ديتيليزاتور لهنا كان انت الليست اللي انت حددتها فوتر ليست والا نعملوا في شيء اذا عندك 30 تلميذ ما تقعدش تدخل بالواحد بالواحد تعمل في شيء سي اس في إذا أنت مثلا عندك البارون أجوتي أمو دو باس بورك لي فامية إلي زانفيتي إذا أنت عندك ديناس إترانجي وإلا البو واللم يحبوا زادا هما يدخلوا يشاركوا يتفاعلوا معاكم وقتها أنت تزيد أن كود اللي هو المو دو باس بوغ لي زانفيتي مدام شنو الفيشي سي اس في؟ أنت عندك فيشي إكسيل ترجعوا سي اس في اللي في الليسي معناتها في الثانوي يخدموا به معناها جيس نعمل لهم جيس ريسو يولي هكيكا ونبدل ال صحيتك يولي سي اس في تولي تعمل كريي سوجي معناتها اون فوا دخلت تلامذتك دخلتهم بالاسم مثلا علي إبالا نعم أجوتي إين فوا كملت كريي سيجي به هذايا إذا يعطيك هو الكود به أنا لهنا نحب أنا هذي نعمل موديفيكاسيون من إذا أنت لهنا ما تحبوش أنت مثلا بريفي
تحبوا بابليك بيبليك دونك ال معناتها اي واحد ينجم يدخل يسفي يكون عنده معناتها كون جيميل والا مايكروسوفت لي بارتيسيپون افيك لو كود بارتيسيپ بيف فوار لو سوجي pour enregistrer une vidéo ils doivent se connecter avec une adresse email ou Google adresse Microsoft ou Google اذا انا نعرف البيبليك نتاعي لا عنده لا مايكروسوفت ولا جيميل نولي نخدم على البريفي هكا واضحه النقطه هذه لهنا دونك اون جو في انريجستري الى حد الان زملائي واضحه واضح احنا توا مش احنا انفوا في اللي هذية مش نتطرقوا معناتها افيك بليز دي تيتاي دونك كان تلاحظوا لهنا عندنا ريتوها لهنا هذية بريزونتي فو اخضر نجربوا نتعرفوا احنا تو مش نتعرفوا على كل شيء بالتدقيق هذاك كي يبدا اكتيف اش معناتها سينيفيكاسيون تاع اكتيف عندك نورمالمون اكتيف وفروزن وعندك هيدن اللي عنده بالانجليزيه دونك اكتيف معناتها يوتيليزابل فروزن هذيه معناتها اون بوز وهيدن سيسبوندي اش معناتها اون بوز معناتها انت مثلا عندك جايتك عطله نتاع نوفمبر وما تحب حتى تلميذ في هيك العطله يبعث لك ريبونس هيك العطله قلت انا هذيك سي نحب نرتاح فيها ماشي للخدمه دونك تولي تحط اون بوز واضحه انت تقول هذه سي هذا التيم السوجي هذه سي ما عادش كملت منه جو في باسي اوتر شوز تحطوا كيما هكا هيدا كشي واضحه واضح مش نتعدي تو انت باش تبارتاجي الكود يا اما عندنا جوجل كلاس روم عندنا على التيمز بارتاجيه عندك شي هذيك عامله ايكيب تبارتاجي فيك الايكيب يا اما الكود انتجري والا احنا احسن حاجه انك الكير كود هذيا تطبعوا في ورقه تعمل امبريسيون وتعلقهم في السبوره كل واحد يسكانيه واضحه والا انت تقري عن بعد يسكنيوه بالتليفون سينو هاو عنا الليان عن طريق الليان هذي كيفاش احنا نعطيو الكود لتلمذتنا واضحة العملية سينو كيما انا عملت قبيلة عندكم هذي الكود الفا جينيري ان كود وانتي تعطيه لتلمذتك اهو الكود يدخل للكود هذية ويسجل دوك عندك عدة وسائل باش انت التلميذ يتفاعل معك تو مش نتعرفوا على بعض هذه لي زاكسيون انت حبيت تعمل موديفيكاسيون يعطيك لما تقول هنا مثلا لهنا ما نحبش هذا سبور بريفيري نحب نحيها نحيها وتعمل موديفيكاسيون تاعك لهنا
دونك اذا عندك موديفيكاسيون تنجم انجستري ان ريبونس تحب تعطيهم ان اكزامبل تنجم تسجل به سير فوبلي الميكرو به ريكورد ا ريبونس هذه انجستري ان ريبونس دونك اون فا انجستري ان ريبونس فيديو كوم توت اوتر بارتيسيبون عندنا ماسكي لو سوجي هذايا لهنا السوجي هذايا مثلا انا نحب نزيدو مش نختار جروب 9 6 7 نحب انا كل تلميذ يعرف بنفسه دونك تنجم تهزو سوجي اون دوبل به الوجه هذايا ديبليكيت ها الواش نعملو ديبليكي انا عندي قداش من قسم انا نكوبي القسم اخر دونك انت في عوض كل مره تعمل كرييه سوجي كرييه سوجي كرييه انت هذاك السوجي تعملو ديبليكي معناتها مش يعمل كوبي عليه جست تعمل لي موديفيكاسيون كيلكو موديفيكاسيون تولي تدخل كاين اسامي التلامذه خير من اللي تولي هذاك التيتر الديسكريبسيون الديري كلهم تبدا تعودهم دو اجيسكا زيد معناتها بور غاني دي طون دونك ان اكزيرسيس بوري انت راه ما تشوفش هذاك سو بريزونتي انت مش تعطي تمارين مش يخدموهم التلامذه معناتها اورالمو كيما في الانجليزيه والا بريزونطاسيون دو بروجي في الروبوتيك وكل شيء مش يلفا سيكسبريمي دونك ان اكزيرسيس بور اتر ري يوتيليزي بار ان اوتر جروب او افيك ان ليجير موديفيكاسيون نو ريبروني با تو دوبوي لو ديبي معناتها هذيك التيتور وديسكريبسيون والديوري ديوري وكذا وكذا دونك شنو تعمل ديبليكي لا تاش افان دو غاني دي تون تصور انت عندك 9 اقسام وكل قسم معناتها كلهم نفس النيفو دونك سي فاتيغون دونك هكا نربحوا الوقت خير لنا دونك نفس التاش مفهومه الوه ديبليكي سوجي ها الجماعه اللي عندهم بالانجليزيه ديبليكي توبيك اللي تحت اكسبورتي دي دوني به Export data permettra de télécharger les données de participation au topic, les OCG, uniquement des étudiants enregistrés à un compte lié. معناتها انت تلمزة اللي عندك مقيدة ما عندك في الليستة. واضحة؟ انت كانوا اون لينيا مش تولي هذيك الخدمة عندك في الحاسوب متاعك. السوجي هذاك لقيت ما حاجتكش به ما من ليس به جدوى وقتها انت سبريمي بالنسبه لهنا عملتو كرياسيون تاع سوجي فما شكون عمل كرياسيون دان سوجي من الحضور اللي معايا شكون جرب عمل كرياسيون دان سوجي شكون عمل كرياسيون دان سوجي يورينا خدمته زملائي حتى حد ما جرب الى حد الان واضح ولا مش واضح واضح يا شيخ يا واضح وهيبة جربت انت خدمت انا عندي كونت محلول وقاعدة عندي كونت يعني محلول من قبل وتوا عملت موديفيكاسيون حطيت التصويره ودخلت معناها ما واش نعمل الموضوع ها واش نعمل اسكو تي كريي ان سوجي لا جو في كريي مينتنا داكور واضحه العمليه وكل شيء واضح
الله يرحمه. توا مازالوا لنا زوز عناصر كهو ونكملوا باذن الله. يبارك فيكم لي ميكرو. تعمقنا بما فيه الكفاية في لي سوجي لي توبك، مش نتعداو توا لي جروب. توا سؤال مش نوجهه لكم الزملاء الأعزاء، حسب التقديم اللي قبل اللي قدمناه وقتها بريزونطاسيون تاع التابلو دو بورد، مش تجاوبوني ومش تقولوا لي هذي شنو انا هذا نجم نستعمل به لي جروب، كيفاش نجم نوظفها. انا لي جروب كيفاش نجم نوظفهم بيداغوجيا. كيما في القسم اعطيني بروبوزيسيون، اعطيني انا بيداغوجيا كيفاش نجم نوظفهم في القسم نتاعي. انا سبق وقلت معناتها الجروب كيفاش نجم نوظفهم. دي بروجي مع سلامتها. À partir d'activité, activité faire du groupe. Très bien, يا أمونة يا إيمان. Très bien. L'activité faire du groupe. احنا احنا الجروب ينجم يكون قسم ولا لا؟ كلاس. باه شنو ينجم يكون اخر؟ شنو ينجم يكون اخر؟ يكون جروب دي بروف. نعم دي بروف. دي بروف دي بروف. احنا قلنا تنجم توظفوا مثلا انت تخدم دي بروجي اليشيل انترناسيونال والا مع بروجي انيال، دونك انت تنجم تسميه الجروب باسم هذاك البروجي. كيما انا مثلا روبوتي يحاكي موهبتي، مش نعمل هذاك البروجي سنوي، مش نخدمه على عام كامل، دونك انا سميته هذاك روبوتي يحاكي موهبتي. مثلا عندي الاقسام 8 و9، نولي الجروب نسميه على الاقسام اللي عندي. نعم سي لازار قلت لك بور اورغانيزي يبارطاجي بليزيور سوجي. صحيت فوالا سي سا. يعني انت اذا عندك بروجي نتاع اي توينينغ، بروجي نتاع مايكروسوفت، بروجي تخدم مع التلامذة. نعم ديجا مكتوب تحت جروب ريتا جروب 11 لي جروب هو بيرميت دورغانيزي اي دو بارطاجي بليزيور سوجي. صحيت، يعني مش مقتصر انك مش توصفوا الاقسام اللي عندك، يعني فما برشا حاجات. مش تعمل مثلا انتم دي زونسينيون انوفون، مثلا لي بروفيسور دانفورماتيك، لي بروفيسور نتاع اختصاص معين. عندك مثلا فورماسيون، تعمل سيسيون دو فورماسيون. حسب البزوان نتاعك. واضحة النقطة هذه؟ ما بعضنا توا يا زملائي الأعزاء مش نمشيو كريي أن جروب. لهنا شنو جاتنا كيما هكايا بالله نحبكم تخدموا البراتيك. دونك الجروب نتاعي أنا عندي دو شوا اللي هما شكون؟ برايفت أور بابليك. صحيت. انت لهنا حط تحبوا بريفي تحبوا بيبليك. هنا نون دو جروب مثلا 9 باز 4، تحب تسميه 9 باز 4 جروب 1، 9 باز 4 جروب 2، انت حر.
اذا تخدم بالافوج به لهنا تحبوا بابليك نبداو بشويه اذا كانوا بريفيت اللي عنده بالانجليزيه دونك يعمل اسم الجروب الكود دانسكريبسيون لهنا يا اما مش يعمل عن طريق يكون عنده بريد الكتروني والا مش تعمل عن طريق كما قلنا سيرتو التلامذه اللي في البريمير مش يدخل اسمه ولقبه خاطر ما عندهمش ديزيمي واضحه العمليه اذا كانت مش تعملوا بابليك بيان سور لهنا يلزم يكون عنده معناتها عنوان الكتروني سويفون لي فيديو قال لك راهم مي سيليكسيون دونك احنا ما قلنا هذيك الجروب هو سيتان كلاس دونك لهنا مش نحط فيه دي سي جي لو جروب نجم نحط فيه قد ما نحب انا دي سي جي والا سي جي فقط زملائي قد ما نحب صحيتك مش نحط فيه هنا بريزونتيفو ومش نحط فيه كريون ان بروجي روبوتيك ومش نحط فيه اللي تحب انت واضحة دونك لهنا انت هذية تحب تلامذتك مش يجاوبولك على سوجي هذوكا انت تحب تلامذتك دونك كيما شفنا قبيله عندك تبارتاجي في الجوجل كلاس روم في التيمز هذاك الكود انتجري والا كيما قبلنا كيما قلنا قبيله بالكي ار كود كان اون لين يسكانيو بالتليفون وانت عن طريق الكرون اللي انت تبارتاجيه وكان لكم حصه حضوريه تعلقوا في السبوره عندنا هذيا عن طريق اللين والا كيما شفنا قبيله مش يعطيك هو كود هو هذا الكود هذي التلامذة يمشي الفليب جريد يدخل الكود هذي كي يلقى روحه في وسط السوجي هذي دوك عن طريق الكود الكود شيخ روحه 3978 ويجاوب على هذوك لي ريبونس واضحة العملية لهنا مش نتعرفوا كيما شفنا قبيله دونك تعرفنا عليهم قبيله هذه تبدا اكتيف كاشية واضحه قعدت لنا لي زاكسيون دونك عندنا لهنا موديفي لو جروب مثلا انا كنت عندي 9 سي سي 4 قلت لا خلي نخدم بار جروب جروب دونك نجم نعمل موديفيكاسيون واضحه نزيد نعمل موديفيكاسيون اخرى ريت هذيك التصويره هذيا دونك انا نجم ناخذ نتاع ناتور ناخذ نتاع جون تيكستور عندك لما تعمل ديبوزي ايماج تجيب من الاورديناتور متاعك دونك انا مغرومه بالروبوتيك دونك انت تختار التصويره اللي حاجتك بيها هذه
ده عملنا هذيك topics مش نشوفوا مع بعضنا هنا les actions. دونك اش قلنا لهنا؟ modify le groupe, ajouter du copilo. معناتها هذيا انا مثلا نجم نجيب معايا كولابوراتور، يعني استاذي مثلا كيما سي الازهر. يعيشك يا سيدي، نعم يعيشك، قلت لك ربي يخليك. صحيح الجميله وكان كونت، انت ما عندكش كونت بهذيا، دونك لازم اللي مش تعمل له انفيتاسيون يكون عنده كونت فليب جريد. يا سي لازار انت باش عملت كونت فليب جريد؟ هاكا سي طلع لك سي قال وكان كونت فليب جريد تروفي. اوكي الشخص اللي مش تزيده ماتيك كونت نتاعي اي ماذا بيا وهي بابو عجمي كمل يا مدى وهي بابو عجمي @gmail.com ماجسكولا اما هما الماجسكيل اسمي كل معناها الله وهيبة معناها الكل مينيسكيل مينيسكيل سامحني وهيبة بوان عجمي اون ايميل يا باين ديفيرونس فماش ديفيرونس ريتو لهنا قال لي هذيا انفيتي انت توا نستنيك انت تقبل مش حله هي تولي كيما نقولوا بروبريتير معايا كولابوراتور اتعاركتوا صار سوء تفاهم سيبريمي واضحه هونكا معناتها نحكي لك معناتها فهمت كيفاش يعني انت مثلا انا اخترت مدام وهيبه نخدم انا وياها صار كونفلي كبير والخدمه ما عادش تستقيم ايش علينا سيبريمي هكا ولا يا مدام وهيبه مساء البير يا شيخ لا لا يقدر لا ليه شافي ما تعرفش معاك لا راني والله نعطيك بيتي معناتها اوكا او معناتها فهمت ايه فهمتك ايه لهنا شفنا احنا تو مش نراو لي زوبسيون اللي موجودين لهنا جروب اون دوبل يعني انت نفس الشيء اللي مش تعملوا التسعة سي سي اربعة جروب ان هو نفسه مش تخدم به معناتها لو سي جي مع الجروب دو تسعة سي سي خمسة جروب ان تسعة سي سي خمسة جروب ان جروب دو دونك جروب اون دوبل تولي نوتيفيكاسيون باش لي تاخذ لي نوتيفيكاسيون انتيغراسيون ديكيب اكسبورتي دي دوني كيما شفنا قبيله تولي عندك موجوده على الحاسوب سيبريمي لو جروب تنحيه الجروب واضحه العمليه لهنا ولي لا نتعدي دونك الناس الكل بالنسبه للجروب وبالنسبه للسوجي واضحه تو مش نجيو الحاجه ممتعه برشا اذا معناتها واضحين نمشيو للنقطه الاخيره واضحه نحب نسمعكم واضح 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 يا شيخ واضح
كانت تلاحظ الساعة ريتو هذيك الشورت هذية أرجستري إن فيديو. أحلى تلامذة هما شنو مش يعملوا في نهاية الأمر مش يلفع أرجستري إن فيديو هكا ولي لا لهنا الديري اللي تشوفوها لهنا قداش الديري ماكسيمال كي مش تعمل كي مش تختار شورت فيديو 10 مينوت 10 مينوت تري بيان هذيك الحاجه الاولى احنا اش عندنا هنايا عندنا اوبسيون وعندنا ايفي مش نشوفوا تو مع بعضنا اوبسيون اوبسيون ريتها هذيا ابلود كليب مثلا انا عندي خدمه نتاع تلامذتي تاع روبوتيك حكم إعلامية إذا أنا عندي فيديو حاضرة نولي نجيب الفيديو واضحة معناتها أنت يعطيك لما تحب تسجل تحب أنت عندك فيديو موجودة في الحاسوب مش تهزها تفا امبورتي به إيش عندنا آخر فما هذا ميرور فما انت تحبوا ما غير صوت وفما كيما مش قلنا قبيله تنجم انت تعمل هذيك الكابتير ديكرون انك تسجل الليكرون تاعك ريكورد سكرين انا يعطيني لما انت تحب تعمل ديمونستراسيون مع تلامذتك تولي تخدم على ريكورد سكرين متفاهمين؟ هذه بالنسبة هذه بالنسبة بوغ لي زوبسيون بالبراتيك تكتشفوهم اش قاعد لي اكثر حاجة يستمتعوا بها التلامذة هي شنية هذه خليهم يعملوا بها ديفولمو تتذكروا اول مرة كي قلت لكم وقت نعملوا هذيك شورت فيديو انجستري ان فيديو راهو التلامذة يستمتعوا بها برشا الحاجات اللي هما يحبوها مش يلقاها مثلا هنا عندي فريم نحب نعمل هنا كادر واضحة مش نعمل ايفي اخر عندي هنا عن هذوما لهنا مش نعرج على نقطة مهمة التلامذة ما هم يحبوا اللونات ويحبوا هكا الحكايات هكا ولا ليزاكسسوار شوفوا حاجة الصوتي هذوما لهنا خليهم التلامذة متاعكم يعملوا أندي فولمو مش نعمل اللينات هذه فرضا دونك انت تنجم تعمل لينات اش تنجم تعمل اخر فرضا انت انت التلامذة عندك الحق تبارتاجي الوجوه نتاعهم في الفيسبوك في التويتر في اي مكان عندك الحق لا لا ما عنديش الحق لا 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 دونك هو ما عنديش الحق شنو مش نعمل انا دونك مش نجي للبارتي اللي فيها الوجه ومش نحطها كشي واضحة دونك ما عندكش أكور بارونتال يعني الترخيص متاع الولي الموافقة متاع الولي انت لهنا تجي وين الوجه متاع التلميذ وتنبه عليه انه يحطه هكا كشي واضحة النقطة هذه تختار اللي تحب انت راه مش بشرطه بالسمايل هذه معناتها تنجم بأي طريقة أخرى لهنا احنا مش نحاولوا دونك لهنا تنجم تعمل الدرو
مش ترسم؟ نعمل هكا قلب. هنا نجمو هذيك نعمل تراها لهنا نجمو نوصفوها معناتها صغيرات يشوفوا حاجة هكا أكسسوار. هما راهم يحبوا الحكايات هذه راه برشا. مثلا نختار هذه دونك انا مش نصغرها ونحطها كيف في الوسط من هكا. دونك انت لهنا عندك هكايا كيما هكايا. النجمو احنا نزيدو كتيبة دونك نختارو اي واحدة من هذيا لهنا مش نكتبو بيان سيغ اتسايت. دونك نحبو نكبروها دونك انت لهنا راهو كيما قلت لك راهو سيرتو الصغيرات حاجات كيما هذه يحبوها. احنا قلنا قبيله الوجه نجم انا نغطيه بحاجه من هذوما كيما انا جاي لما انه في هنا في ايفي ريتو هذه فلتر في فلتر ريتو هذه بيكسله واضحة بيكسل ولا لا؟ يولي الوجه هكا كاشي. تحب تعمل كيما هكايا انت حر بلون نوار انت حر اوكا. دونك اعمل لهنا انتم تو تكتشفوا راهم هذوما راهم سيرتو صغيرات يحبوهم بالباهي بالباهي. دونك انتي تختار الحاجة اللي انتي تراها انسبك. شمازال سبورة. دونك انتي تنجم تعمل بحذاك سبورة. تنجم تعمل فوتو. فيتور وا دونك انت تنجم تجيب لهنا وحدك الروبو هي دونك انت راك نجم تعمل الفيديو متاعك as you like. دونك هذي لهنا. Hello everybody, nice to meet you all. اتوقف تمشي تقول له next. Hello everybody, nice to meet you all. Hello. دونك من بعد كي تلقى الفيديو متاعك واضحة كونفير دونك هذه هي الفيديو اللي تحصلت عليها مش نلقاها نورمالمون لهنا. Hello everybody, nice to meet you all.
دونك راهم التلامذة صدقوني يستمتعوا بالحاجات اللي كيما هكايا بالباهي بالباهي. دونك عملنا هذيك شورت. دونك لهنا je vais arrêter le partage. شفنا لي رياليزاسيون. دونك فماشي حاجة مش واضحة، فماشي دي كيستيون. سير بلي نحب نسمع تفاعلكم. لا واضحة سهلة فيه. اسكو ليا حاجة ماهيش كلير وإلا فيت في ولي هكايا؟ إن شاء الله مدام كي نزيدو نعاودو نفرجو على الفيديو نزيدو نفهمو أكثر إن شاء الله. بالتطبيق الفيديو ان شاء الله بعد غدوه تكون حاضره ان شاء الله في نفس الباج فيسبوك. اي باذن الله. انا ماذا بيا انكم تتعاونوا مع بعضكم، يبدا فما هكا ترافاي كولابوراتيف، فرصه راهو احنا الزملاء كي هكا نقربوا لبعضنا وراهو تبدا اختصاصات متعدده، راهو ثراء شيء معناتها بالكدا. خاصة في هالدورات التكوينية معناتها راهو كل واحد عنده ميزة، كل واحد عنده بصمته وعنده إضافته، ماذا بينا هكا تصير هكا هكا كولابوراسيون إيشانج حاجات كيما هكايا. نحب نشكركم الكل. سي لازهر عندك إضافة؟ عندك ما تقول؟ يعطيكم الصحة، مرحبا بالناس الكل، مسلم عليكم عليكم، وإن شاء الله نبقى في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله. ديجا أنا قاعد نحضر لكم في حاجة تهم السكوندير كونسيرنو الأناليز إي لو بيتون أفونسي جرافيك. إن شاء الله نكمل نحضر نرتاح شوية ونرجعوا كالعادة بإذن الله. إن شاء الله سي لازهر. إن شاء الله. تدي ليلتكم زينة وتصبح على خير. شكرا سي لازهر، شكرا للحضور الكرام. على خير. شكرا، تصبح على خير. يعطيكم الصحة، تصبح على خير. على خير، يعطيكم الصحة. على خير. تصبح على خير.